اي جايز كيفكم؟ نعم الفيديو المنتظر. احمد ابو الرب كنس الارض عشان حاجي امسح فيك الارض. ما كانت احلى براسي، والله كانت احلى براسي. عشان الواحد لازم يكنس بالاول بعدين يمسح، عشان غلط تمسح بدون ما تكنس. اوكي نطنش الاشي اللي حكيته هلا. فاشرح لكم شو صاير. الاسبوع الماضي عملت فيديو عن دخول اندرو تيت بالاسلام، واحمد اخوي طلع هاجم الفيديو تبعي على اليوتيوب. اليوم راح امسح فيك البلاط. فكان بدي خلاص، اوكي بديش، اوكي والله قاعد حلوه براسي. اوكي فاختصر لكم بالفيديو تبعي هاد مشكلتي مع اسلام اندرو تيت. كان الفيديو عن كيف الناس عم بتكبر موضوع دخول اندرو تيت بالاسلام، وهذا الاشي عم بسبب كثير ناس انهم ياخذوه قدوه. طبعا ما كنت ضد دخوله بالاسلام عشان مش شرير، ومستحيل اكون ضد دخول حد بالاسلام، بس اللي حكيته انه اندرو تيت ضخ كميه محتوى كثير كبيره على النت قبل دخوله بالاسلام، وكثير كان فيها افكار غلط. فخلينا نشوف فيديو احمد. بفيديو حضرته له ما وافقت الراي ابدا في كلامه، وموضوع نوعا ما حساس يعني. اوكي فرحت قلت له، هو بصراحه ما اقتنع في كلامي، فقلت له بتعرف شو راح اسوي فيديو ارد عليك. بعرف الاشي اللي عم بصير قدامكم زي كانه اخوان صغار قاعدين بتخانقوا مع بعض على السوشيال ميديا. اوكي بس انا شايف هذا الاشي كويس، عشان النقاش هو اللي بطور تفكيرنا بالاخير. يعني عادي جدا اكون مختلف معاه بكثير فيديوهات، واخليته يحذف كم فيديو اصلا. فاحمد ما عمره خلاني الغي فيديو عن قناتي الا فيديو واحد، وقعد 4 شهور يقنعني الغيه. بس هم احنا اخوان، واحنا دائما اخوان ونحب بعض. اوكي بعتبره زي اخوي، بعتبره زي اخوي. هلا الا مرق عليكم هذا المقطع على التيك توك، وهذا المقطع نفسه انتشر بطريقة خيالية كل مكان، 10 مليون، 8 مليون. فأنا بداية حاب أحكي إنه بتحس عمر بيحكي باستنكار. 10 مليون، إيش 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 شو مان أسلوبي بالحكي استنكاري، وأنا بحكي عن كمية الفيوز اللي جابها. استنكاري كيف بده يكون استنكار؟ أنا ما عم بنكر وجود إشي، عم بورجي فاكت، عم بورجي حقيقة إنه الإشي عم بجيب فيوز. كيف استنكار؟ هل تعلم ما هو الاستنكار أصلاً؟ يعني مش شايف اي عيب في الموضوع هذا، وبالعكس يجيب 10 ملايين. انا متى اوحيت انه عيب يجيب فيوز عشانه بصلي؟ لا فهمني كيف حكيت انه عيب الموضوع؟ كيف بنيت نقطة على ولا اشي؟ بس هلا بدي اورجيكم تعليقات الاجد على هذا الفيديو عشان بديكم تشوفوه. اذا بدك تنتقده انتقد اشي حكاه بعد ما صار مسلم رسميا، مش تروح تجيب فيديوهات قديمة له. زي بيحكي لعمر انه زلمة اسلم، فالشيء اللي عملها زمان لازم خلص ما نحكي عنها. باي ذا واي هذا كلام صح. انا التعليق هذا طلعته من فيديو انا نزلته قبل اسلام اندرو تيت، هاي الفيديو قبل شهرين، فالتعليق كان خارج مكانه، عشان هيك طلعته، عشان الفيديو قبل اسلام اندرو تيت. يا الله يا الله. زلمة اسلم، فالشيء اللي عملها زمان لازم خلص ما نحكي عنها. باي ذا واي هذا كلام صح. احمد عم بحكي انه زلمة اسلم فمش لازم احكي عن شغلاته القديم. الاشي اللي عم بحكيه احمد صح بالحالة الطبيعية، مش بحالة اندرو تيت. حكيتها بالفيديو تبعي اللي قبل هاد، بس زلمة صانع محتوى، فيديوهاته القديمة اللي قبل اسلام ولهلا عم بيجي ملايين الفيوز، بعدها بتنتشر قاعدة، فعادي احكي عن فيديوهاته القديمة. لا محتوى فيه اشي غلط عادي اصحح الاشي الغلط اللي صار زمان. هلا هو ذنوبه بتنغفر، وهو لا يؤثم على الشغلات هاي وعلى الفيديوهات هاي، بس الفيديوهات هاي بعدها إلها تأثير. سيدنا عمر بن الخطاب كان رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعدها، شوف شو صار. بديش أتعمق بالمقارنة اللي عملها بين أندرو تيت وسيدنا عمر بن الخطاب. أنا هاي ضايقتني، ليش؟ لأنه الصحابة رضي الله عنهم هم بشر زينا، أي صحيح هم كانوا قريبين من الله أكثر. عمر الخطاب صحابي جليل، لكن إحنا نتعلم منه عادي عادي. شوفوا أنا التعليق اللي حطيته تبع أندرو تيت وعمر بن الخطاب، حطيته بسياق وانا بحكي عن كيف الناس عم بتكبر دخول اندرو تيت بالاسلام. هلا النقطه اللي احمد حكاها صح، صحابه بنتعلم من اللي صار معهم بنقارنه بحياتنا الحاليه. هلا انا غلطان من هاي الناحيه، بس انا ما كان هدفي هذا، انا كان هدفي اورجي كيف الناس عم بتكبر الموضوع. اورجيكم مثال على هاي الشغله. سبحان الله، كنا نتمنى منذ شهور ان يعز الله الاسلام بشخصيه مثل جوردن بيترسون، فاسلم اندرو تيت. هلا ربنا سبحانه وتعالى عز الاسلام بسيدنا عمر بن الخطاب، فما بتحسوا انه عم بصير تشبيه هون؟ وانا الفكره اللي كنت عم بحاول اوصلها بالفيديو تبعي انه الناس عم بتكبر شغله الدخول بالاسلام كثير. انا المشكله اللي حكيت، انا المشكله اللي كنت عم بحكي عنها بالفيديو تبعي انه الناس عم تعطي اندرو تيت اكبر من حجمه عشان يدخل بالاسلام. هاد فيديو له بحكي لك شو تعمل لما مرتك تكتشف انك بتخون. بس هو مش هيك في الفيديو، الفيديو واضح انه خارج كونتكست معين. ابصر شو كان بحكي اندرو تيت. هاي النقطة غطيتها بالفيديوهين اللي عملتهم عن اندرو تيت، بس خليني اعيد. اندرو تيت معظم المقاطع اللي كثير تنتشر له هي مقاطع له خارج سياق حكيه، عشان معظم حكيه بودكاستات طولها 40 دقيقة. هلا عشان اندرو تيت عطى الناس فرصة يطلعوا فلوس عن طريق نشر فيديوهاته، الناس صارت تنشر المقاطع المثيرة للجدل
الجدل إله عشان حيجيبوا مشاهدات أكثر، وبهي الطريقة هو خلى الناس تطلعوا خارج سياق حكيه دايما. مش فارقة معي خارج سياقه ولا لا، أنا إلي باللي بنتشر، اللي بنتشر مقاطع إله هو بحكي لك كيف تضرب مرتك وكيف تخنقها وكيف تضربها بسيف وكيف عادي تخون مرتك وكيف الاكتئاب إشي مش حقيقي، وأراءه بالعنصرية وأراءه بأبصر شو. 90% من الناس اللي بيحضروا أندرو تيت ما بيحضروا بودكاستاته الكاملة أصلا، فبالأخير هاي المقاطع الصغيرة هي التأثير السلبي اللي أنا قاعد بحكي عنه. وعمر حكى إنه هذا الفيديو هو بحكي شو أستاذ في المرة، لما الفيديو ما حكى هيك، الفيديو أندرو تيت أبصر شو قاعد بحكي ومش عارف شو مجرى الحديث، بس واضح قاعد بحكي إشي غير واقع. أنا كمشاهد أنا مش شايفه بحكي بطريقة ساخرة، بس هاي المقاطع اللي قاعدة تنتشر سواء بالسياق أو خارج السياق هو عم بحكي عن ضرب المرأة، عن تعنيف المرأة، وهذا غلط. ولما شباب يأخذوا قدوة هذا الإشي اللي بكونوا شايفينه. تعرفوا شيء؟ أحمد فان لأندرو تيت، فالفيديو تبعه عاطفي وهو عم بدافع عن أندرو تيت عشان هو بحب الزلم، ما عم بحكي إنه إشي غلط، هو حر بدي يحب الزلم يحبه، بس أنا شايف إنه رأيه على السوشيال ميديا لازم ما يكون متأثر بعواطفه وإنه بحب البني آدم فيقعد يدافع عنه. كثير عنده فيديوهات بروج لنفس الشغلات هاي اللي هي معظمها عنف بالمرأة. وينهم؟ وينهم الفيديوهات؟ ليش ما فرجتنا إياهم؟ And then I grab you by your neck again. Then what the fuck are you gonna do when your face is collapsed? You're gonna fucking cry your eyes out. هاد أنا بحياتي ما شفت المقطع تبع هاد كامل. هذا اللي بنتشر، هذا اللي قاعد بيجيب فيوز، هذا اللي راح يعمل تأثير. خليني أورجيكم كمان فيديوهات إله انتشرت. You cannot be responsible for something that doesn't listen to you. You can't be responsible for a dog if it doesn't obey you. بعد الفيديو كان بشبه المرأة بكلب، إنه إذا هو مسؤول عن الكلب، الكلب لازم يرد عليه. How the fuck are you gonna get rich if you're doing that shit? But when you're a G, you're just accidentally like pimping hoes. بس مثلاً بعد الفيديو بحكي لك كيف حتصير غني بدون ما تكون الكلمة السيئة، نستغل البنات عشان طلع منهم فلوس، كيف حتصير غني بدون ما تعمل هيك؟ مشكلته أندرو تيت إنه غبي، بحكي شغلات كتير عنيفة بلهجة صارمة، ومرات بتأخذ لقطات بتطلع بخارج سياق، والمقاطع الصغيرة تبعته عم بحكيها بأسلوب عنيف وصارم، ما عم بيورجي إنه عم بحكيها بطريقة ساخرة حتى، وفي ناس عم تأخذها جد، هذا مش تأثير سلبي، الفيديو تبعك بناقد حاله. مشكلته أندرو تيت إنه غبي. طيب شخص غبي لازم يتأخذ قدوة؟ لا. شوفوا الشغلة لازم تفهموها عن هذا الشخص، انا ما عم بحكي عنه انه شخص سيء، بس هو شخص عنده تأثير كتير كبير. الشباب الصغار شايفين هذا الشخص شخص ينسمع منه، هاد قبل دخوله بالاسلام. ليش؟ عشان هو الزلم الالفا القوي اللي كان بطل عالم بالكيك بوكسينج، معه فلوس بزبط نسوان، هو ما يعطي حاله صورة الالفا ميل عن طريق محتواه على اليوتيوب زمان، فلوجاته اللي بس بيورجي فيها سياراته البوغاتي، البنات اللي بزبطهم، فهو عطى الشباب الصغار هذا الانطباع عن حاله فخلاهم يسمعوا له كثير. فهلا كمان شو نضاف على هاي القائمة؟ انه صار مسلم، فهلا الزلمة صار له مصداقية اكبر كمان. الرسالة اللي بحاول اوصلها انه الزلمة فيديوهاته القديمة غلط، وانا بشوف انه شخص زي أندرو تيت رأيه هالقد إله مصداقية وهالقد ناس بتسمعه، كمان رأيه الغلط إله كثير تأثير سلبي. وأنا بشوف إنه حق الكل ينبسط إنه هو أسلم، لأنه هو شخصية مشهورة جدا، كثير مشهور وأسلم، ننبسط إنه أسلم عادي، وهذا عكس رأي عمر يعني. طيب شو ما حاحكي، ما حاحكي، أرد عليك برقطة إلي. العادي تكون مبسوط إنه شخص مشهور عند الأجانب دخل بالدين الإسلامي، عادي، ما عم بحكي لك ما تنبسط، عشان لما شخص مشهور عند الأجانب يعتنق الإسلام حيخلي متابعينه يفكروا عكس رأي عمر صح؟ يا مان عكس رأي عمر مان صح. اللي قاعد تعمله انت انك عم بتطلعني خارج سياق حكي، وما عم بتورجي الشغلات اللي بتثبت انه الفيديو تبعك ما اله داعي، ما اله اي داعي الفيديو تبعك، لانه حكى عن الاسلام عشان الاسلام مش لازم يدافع عنه. عند الاجانب الاعلام ضد الاسلام، بتطلعنا في صورة سيئة، عم بحكي انه احنا تيرورست، عم بحكي انه احنا ارهابيين، هذا اشي موجود وفي ناس بيخافوا من المسلمين. شوفوا من وجهة نظري الاسلام ما بحتاج اندرو تيت يدافع عنه. الفئة هاي اللي احمد عم بحكي عنها اللي بتخاف من الاسلام وظاهرة الاسلاموفوبيا، هاي الفئة من الناس عندهم عنصرية تجاه الاسلام، فبالحالتين حيلاقوا طريقة يخلوا الموضوع سلبي تجاه الاسلام. Andrew Tate got God on his side now. There's no way Brian would win. الناس العنصرية تجاه الإسلام حتضلها عنصرية تجاه الإسلام، حتلاقي طريقة تخلي هذا الموضوع سلبي، ومش فارقة معهم دخل أندرو تيت بالإسلام ولا. أندرو تيت منع من منصات التواصل الاجتماعي لسببين. أول إشي تحريض على العنف بالمرأة، حكى ما بحرض، إذا ما بحثت ما شفت له ولا لقطة هو بحرض على العنف بالمرأة ولا مرة، بالعكس أغلب كلامه عن المرأة كلام جدا يعني بصراحة كلام موزون. Saying that the modern society we live in has been built
by men. When women come along and say, oh, we're just as important, you are just as important, but you do had a completely different role. ما بالمرة ما أهان الإمرأة ولا حكى أي شيء غلط. طيب هذا المقطع اللي أحمد حطه لأندرو تيت. أحمد قص بدايته. أرجيكم بدايته. كيف بلش حكي. I don't think the world has ever been equal. I'm not saying that women should completely and utterly be slaves. قبل ما يبلش حكيه أوحى إنه النسوان عبيد. إنه لا النسوان مش عبيد 100% بس أوحى إنه النسوان عبيد. أندرو تيت معظم مقاطعه وهو بيحكي عن النسوان الكلمة اللي بيستخدمها عشان يحكي بنت أو أي عاهرة. وهلا ممكن تورجي اللقطات وهو بيحكي شغلات بتحترم المرأة بس كمان الزلم النورمال تبعه يحكي عن النسوان bitch will sit there and think I need to relax. You know when bitches are starting arguments with you. I am a dumb. How? تخيل معي ولد عمره 12 سنة يشوف أندرو تيت كيف بوصف النسوان. الكلمات اللي بيستخدمها عشان يوصف النسوان. مش هاي بتزرع عدم احترام للمرأة عنده. لما ينادي النسوان اللي عم بحاول أحكي إنه حتى طريقته بالحكي عن النسوان عامة فيها عدم احترام فيها إهانة ومش لازم يتعرضوا لها الشباب الصغار. شايفه يعني شايفه التحريض ضد المرأة. واضح جدا ليش هو تم حظره. أنا تم حظره لأنه بيحكي ضد الشذوذ. بيحكي. ما أنا حكيت إنه الزلمة انشال بسبب إنه ضد الشذوذ وطبعا أحمد ما حطه بالفيديو تبعه عشان يطلعني غلط. بس كمان انشال بسبب تحريضه على العنف بالمرأة. شوي أورجيكم. منع من منصة تويتر بسنة 2014 عشان نزل تويت بحكي فيها انه المرأة اللي بتم التحرش فيها لازم تتحمل مسؤولية الموضوع. هاي التويت اللي لغت اكاونته. التويت زي هيك خطيرة جد خطيرة. يعني صراحة احمد بعتبرك زي اخوي. بس مال كيف كنت تعمل محتوى انتقاد انت؟ الاسلام قاعد يتم تشويهه عند الاجانب، فواحد اجى بدخل الاسلام اكيد حننبسط يا رجال. طيب ما انا حكيت انه ما فيها اشي الواحد ينبسط انه زلمه هتدخل على الاسلام، انت عم تنتقدني عشان بطلع مقاطع لاندرو تيت خارج سياقها، بس انت طول الفيديو تبعك بتطلعني خارج سياقي. مشهور عند الاجانب يعتنق الاسلام ممكن يدخل الناس بالاسلام وراه. صح طبعا انت تناقض نفسك يا رجال قاعد تناقض نفسك. إيه؟ كيف ناقضت نفسي يا احمد كيف ناقضت نفسي اشرح لي رجاء. انا جد انا متضايق انه الفيديو تبع احمد هالقد تافه. طيب انا طول الفيديو ما حكيت ما تنبسطوا. انا اللي طول الفيديو تبعي ضليت اعيده انه ما تضخموا هذا الانسان عشان ما يكبر صوته عشان ما يزيد عدد الناس اللي باخذوه قدوه. هذا انا اللي حكيته انه لما تحضر فيديو لاندرو تيت فكر عشان كثير من مقاطعه القديمه قاعده تنتشر ومقاطعه القديمه مش شرط تكون صح. عم بحكي كلام وعم برضى حاله. يعني تخيل مثلا اطلع احكي. يعني احمد حكى عن كل اشي ما عدا النقطة الرئيسية اللي انا حكيت عنها. عشان تعرف اشي لو تفكر بالموضوع الفيديو تبعك انت بثبت نقطتي. انت فان لاندرو تيت عملت فيديو 10 دقائق بس بتطلع لقطات ايجابية لاندرو تيت وبتمدح فيه. الفيديو تبعك اللي راح يعمله انه يزيد اندرو تيت اهمية. زاد مصداقية الزلمة هاد. نضرب مثال. شاب اجى يحضر فيديو احمد. قبل ما يحضر فيديو احمد مصداقيه اندرو تيت كانت هيك. حضر فيديو احمد واحمد بمدح الزلمه وابصر شو بكبره مصداقيه اندرو تيت صارت هيك. عشان هيك انا حكيت عن الناس اللي قاعده تكبر هذا الشخص اللي قاعده بتزيده مصداقيه. وهي النقطه كانت محور الفيديو تبعي. الفيديو تبعك اثبات على الاشي اللي بحكيه قاعد. وبس والله هاد كان الفيديو لليوم. وبالاخير يعني بعتبره زي اخوي احمد. ف سي يو جايز باي.